هتشاي يا علي. يلا مروان تعالى. مهلا جميلة. يلا مروان. يا اهلا وسهلا يا مشوار، نورت الورشة غالية. ما تلاقوش، ما فيهاش حاجة، سليمة إن شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل، مش هتشيل، مش هنشيل عادي بقى. وختام النادي يا ابراهيم. تعمل ايه؟ تعمل ايه انت؟ بتعمل ايه؟ اسود يا اسود، ما تجيش برضه. هنطلع البلاغ ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجه دي، فانت كمان لعلمك مش حلو يعني بتعمله ده، عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانية، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. همشيل القرف ده من هنا يا. شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى يا. اه مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وقت الضرب ويتعلم عليكم كمان. ليك شوف حاجه يا؟ لا يا باشمهندس، ما لناش شوف حاجه. شو ما انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك؟ تسال كبير المنطقه ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخل؟ انا اقول لك احنا فينا من كده ولا ايه؟ اه في كده كمان. وكده كمان ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العالم كلها الا منار اختك كريمه. شرف يا نهار اسود. شرف يا معلش، اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكم شيش. خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت، وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد منو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله. يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب منو، وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا على اذنك. اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنه؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. اه والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده، شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تخبط يو. هو الا عن اذنك؟ عن اذنك تخش يا تفكر انت مسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا ابويا اخلص يو. انا بفهم حضرتك. وانا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام، وعايز تخلع. عايز تخلع؟ الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. دي في ايه؟ بقى موضوع الخطوبه والهبل ده ما ياكلش معانا، عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي، لا سينما، لا بحبك، لا. انا دمي حامي شطه مولع، ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني؟ ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص. احنا بنصلي على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم، هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين؟ انت بتقول ايه يا لا؟ بيقول محسسني محسسني بس بقى مروان. بس يا مروان، اما الرجاله تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر شهر. مفيش مشكله. حاضر. قدامك شهر بس نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه.
يلا طب نكمل الفتحه. يلا يلا عارفين يلا في معاك الصح صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابو ايمه؟ فاكرك هتعمل فينا حاجه. ام نشوى. ام نشوى مين يا ابو ايمه؟ ام نشوى يا ابو ايمه. بيه ام نشوى بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. ده ام بالظبط وزاد ام امها. زرعت يا بنت عايز انا اقول لك على ابو الزبطه انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال. شوف الشقه اللي فوق يا جدع. انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا اشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي. الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مطبخ صاير. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرداني. كله عاوز يبقى بالفلق. يا جدع ما تخمسش في وشي. احسد مالي؟ قصوا انت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض. عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ يا ايه ده؟ افهم معايا موسى وعايز مكنه. اوعى يا ابراهيم اوعى يا ابراهيم لو سمحت. لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي فيه ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها وقشط بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقامت. انت مش بتصدقني اه؟ انا مصدقك يا ابراهيم. انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى معلم الموضوع ده يفضل في السكرته. يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا ابراهيم. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك اهو. سمعتي. حاضر. اتفقنا؟ ما بيتقفل. اقفل دي بس. صباح! يا صباح! صباح عليك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش ده بيت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه اصلي مدورها ومطرياها. اوضه النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حلمتت. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروخ معلش يا ابراهيم. المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشغل بره وبعيد. خير يا رؤوف. يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل. انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتاخرش يا اخ ابراهيم. فريق وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار راحهم فين؟ حبايب الدار فين فين؟ فين فين؟ في ايه يا حبيبي؟ بتشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع ميت يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شيل رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بألف سلامه. هتلاقيني رايح جاي معايا ضيوف معايا ناس. حكيت معايا هديك 100 قلم. لو على ايه؟ انا اذنك. اهو بيسه بقى بومبا. استنى بتشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رايك في ايه؟ مش فاهم حاجه يا بيه. ايه؟ مش مشكله. خد ساقع البيره دي. لا انا بحب اشربها سخنه عشان بتفكرني بالشوربه. بعشق دماغك. حول ولا قوه الا بالله. ربنا لولا انها مراته اللي كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد خش. خد راحتك على الاخر. بس ديت ايه ده؟ مسا مسا رؤوف. مسا منو يا سيدي؟ يا جدع انت لغين. عيش مع اللحظه. اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك عليه. جوزت.
امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت برضه، مش كانت واضحه؟ مسا مسا رؤوف، مسا مسا ضهيب، ينفعش خد البيره دي ساقعه، اعمل معاها الصح. الله يخرب بيت منار واليوم اللي شفت فيه منار. بدون ايه؟ مسا مسا ضهيب، مسا مسا رؤوف، مسا مسا ضهيب. تعالى يا هاني، خد يا حبيبتي، اعتبر البيت بيت وخد راحتك على الاخر. مسا 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 يا ابو ايه؟ قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابو ايه؟ هات سقعه كبيره، هات سقعه كبيره. الله يخرب بيت رؤوف وبيت مين؟ بتبطل تدور يا لا بقول مسا مسا يا ابو ايه؟ مسا مسا مدام. على الفرح صح يا منار، نفسي نتجوز بكره الصبح كتير قوي اسبوعين. انا مش عارف اعيش في البيت يا منار طبعا عشان انت مش فيه. يعني ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهران عنده. رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده، انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي، مجنون وطايش على نفسه يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له من هو رؤوف. استني، منار اسود النمر من المانيا. الو يا تيتا، ازي حضرتك؟ حضرتك يا مصر بكره؟ معلش سؤال، يعني طيارات فرانكفورت وصلت كله كاب خرجوا الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان، مالك على الان ايه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني. بس سوري انا اسف اسف يا منار، طيارات فرانكفورت وصلت وهي ما جاتش. اه وشك حلو طول عمرك رؤوف. ازاي اكلم طنطك بهيرة بالصدفة تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا ربنا، كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربية. حاضر. يلا صباح حضرتك. صباح حضرتك. قول لي يا ولد. هو موتت. مين اللي خبط العربية؟ ربنا الله الله يرحمه. امان امان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ارجوكي يعني بعدين، يعني ادينا حاو وكلاب. لو تقام لو تقام. نورتي بس يا تيتا. اخرس، انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. قال عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له، كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناويه تيجي على المانيا امتى؟ انت تخرس خالص. مفيش حاجه، انا بقول لو حضرتك مستعجله الف واضع المطار. اخرس. خلى ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا، يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. بره ويا هانم، الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم، انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح، طول العمر ليك يا هانم. ايه البيت ما شاء الله. الله. العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هاني. عايز اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت يا ده كده حضرتك. يلا جوبل. اتفضل يا تيتا، اتفضل. العماره نورت، مصر كلها نورت. الله، انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده، اوعى من قدامي يا ابني. ليه يا رؤوف؟ انت ليك في العتاقي؟ ده هتبقى مذبحه يا شيخ، مذبحه. مسا مسا رؤوف. ماي جاد. جرايه مز، ما تدخلي مع صحباتك. اخس عليك يا فايم. دبل رعد. الست دي كدابه. اخلصي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شويه. يا راوي هانم، الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكراها ديت، يلزم له ادله وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعه بالموبايل مثلا؟ اصور ايه؟ قلت لك شفتهم بعينيا دول. انا مش منقوله من هنا
الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبه وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راويه، انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطه برضو؟ مش عرفك ان انا كنت في المانيا؟ ما انا والاستاذ رؤوف عشره قديمه، قابلته في لجنه قبل كده هو وهو سايق عربيه حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط حضرتك، جبت من الاخر بصراحه. ممكن كلمه على مفاض؟ ثانيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حد الظابط، انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح، نقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده، انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن، وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف، خدتي طوروح. أرجوك مش عايز أروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي، يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجة. بيقولوا الدكاترة إن القصيرين دول عندهم ذكاء خارق، لكن أنت طلعت أهبل. دي حاجات بتاع ربنا يا تيتا، مش هنتدخل في شعور ربنا. طلعت عينينا في الدراسة ونجحت بالعافية، وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله تيتا، حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجرجع حضرتك فيه. يعني إيه هو يا ولد الموضوع اللي أنت عايز تكلمني فيه؟ حضرتك تيتا حضرتك، بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفة يعني. وبعدين عشان أعصاب حضرتك. في إيه تيتا؟ إيه اللي قلب الصورة دي؟ حضرتك إحنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. دي صوت حضرتك، دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب. وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا تتهاوية تتهاوية. هو موتت. فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده؟ يا ابو ربيع، ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي. في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع ده منظر مدفن ده؟ يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي، ناس قابله تعيش في القذاره قلنا ماشي، لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات. الله يرحمك يا امان، الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في المانيا رئيس وزارة، يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فرصة حد يا تيتا، حضرتك عارف. اخرس خالص. حاضر. اسمع يا ربيع، انا هاجي الاسبوع الجاي وهبص على المدفن، اذا ما عجبنيش هدفنك هنا. سوري تيتا، بعد اذن حضرتك. يا ربيع فوق يا ربيع فوق. انت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر. نجر. ادعك كويس، ادعك كويس. حاضر يا تيتا، بدعك اهو. البلاوي تيتا، كنت عايز اكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر. بس حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا، صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله. منو ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منو، مش تدخلي. اصل يا تيتا خرجت مش عارفه راحت فين. وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاسي قوي يا منو. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا مش هقول يعني. استنى شويه يا منو. انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مين على الباب يا رؤوف؟ لا تيتا، ده الزبال جاي ياخد شهيه يا تيتا.
سوا منو سوا مش هقدر بل مش هقدر بل مش هقدر بل. رعد جوبلز في الزوم جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار هتاكل نفسك وراه. انا عارف ان هو يوم زي الزفت. حضرتك عارفه ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيره. فاهم يا حيوان؟ تيتا سوء يعني سوء يعني اسف يعني. مش ملاحظه حضرتك يعني ان الكلاب بتندهيهم باساميهم وانا طول الوقت حيوان حيوان. اذا كنت انت حيوان ربنا من وقت عنك ما ضفح. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلتلك يا بهيرة هانم سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب الماني زيها الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه تيتا، هو ينفع كلبه مصريه تتجوز كلب الماني عادي يعني؟ اخرس ده احنا جبنا لها كذا كلب عضتهم وعورتهم تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز كبرتي. ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعه وقتها كله في القرايه والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزف لنا حاجه من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش العب ولا عايز العب. قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف قوم العب. انا زهقان. قوم يا حيوان. بعد اذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شكرا. فين البيانو ده؟ اهو. فين؟ اه. استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. ايه المزيكا زي الزفت دي؟ ايه ده؟ مش عشان عندي صداع اساسا، خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا وتيتا ان شاء الله. احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح. بلح؟ حوار جواز الصالونات ده بطل من ساعه ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجمي. اه ما تهميش ما تهميش، القعده دي مش لجواز ولا بتاع، دول شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. في ايه يا واد؟ ترقف وحنين كده على طول. ما تضم كده وخلي العدالة تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجأة يا فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما عارفش بيكو ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. طب بص انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. احسن من المصحف قوم افضحك قدام ستي. هي فكاكي شريفه. يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. بطل بقى ويخرب بقى. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه يمكن العلاقه تتطور. انت بتشرب مخدرات؟ ايه مخدرات تتطور ولا انت هتخيب ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في كلامي ممكن ما احتمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احتم نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوقع من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يعني مسكين عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك. خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعت النت ليه فصلنا ان شاء الله عشان تدردح شويه. مش معقول كسوفه مش معقول. يلا تيتا يلا تيتا نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد وربنا.